بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما سنبقى أوفياء مخلصين لجميع الأحرار والحرائر، أصحاب الأيادي النظيفة التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه ولا تمد إلى المال الحرام. لهؤلاء الشرفاء الشريفات نرفع شارة النصر عالية، ونحييهم عن مساندتهم لشيوخهم، شيوخ التربية والتعليم، قدماء المحاربين، لي زونسيان كومباتون اي لي فري ميليتون، الذين تقاعدوا الأفواج من 2003 2004 2005 إلى قبل 2012، والذين قاموا بإقصائهم ظلما وجورا. إذن حتى لا نطيل، سنتطرق اليوم إلى يعني موضوع قد انتبهت له مؤخرا، وهو انتفاء الصفة ديال التمثيلية عن المتقاعدين، أنهم ليست لهم الصفة في تمثيل المزاولين، ليست لهم الصفة في تمثيلية المزاولين، لأن بكل بساطة أن النقابات الأكثر تمثيلية فهي تمثل الموظفين المزاولين اللي باقين تيشتغلوا لي سون اون اكتيفيتي، اللي باقين يعني اون فونكسيون، الناشطين، ولا تمثل المتقاعدين. فكما لاحظنا سابقا، وهو اليوم قبل ذاك اليوم قبل الذي تم منحه للفئة ديال المتقاعدين من 2012 إلى 2015، رغم أنهم كانوا مقصيين جملة وتفصيلا من مقتضيات المرسوم ديال جوز 19504 المطعون فيه والمجانب للصواب والذي يجب نسخه وليس تعديله، لأنه بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل. إذا هذاك اليوم اللي كنا انتبهنا إليه، اللي يعني تم منحه يعني خارج القانون، أن هذاك اليوم هذيك الفئة ديال المتقاعدين ما كانتش ليهم يعني شي رابطة وظيفية مع وزارة التربية الوطنية، وما عندهمش شي رابطة وظيفية مع يعني الوظيفة العمومية، لأنهم بكل بساطة قد تقاعدوا وتم التشطيب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية، ولم يكونوا مستوفين للشروط النظامية، ولم يكونوا مقيدين بجداول ترقي بالاختيار السنوية قبل حذفهم من أسلاك ديال الوظيفة العمومية. إذن ليس لهم الحق في الترقي، أنهم ما كانوش مزاولين، أن الوزارة كانت تشهر في وجهنا يعني جوج الحوايج. أول شيء يعني خاصك تكون مزاول للعمل باش ترقى، وأيضا تشهر القانون ديال الاقتطاع من الأجر بالنسبة للمضربين على أساس أن الأجر مقابل العمل في الوقت اللي تنوجدوها، أن بالنسبة للمتقاعدين من 2012 إلى 2015 رغم أنهم كانوا محذوفين من الإسلاك، ما تتربطهمش وظيفة شي رابطة وظيفية بالإدارة، يعني محذوفين من الإسلاك، مستوفين الشروط النظامية قبل ما يتقاعدوا، ورغم ذلك أعطوهم يوم قبل. إذن هذاك يوم قبل يتنافى مع الأجر مقابل العمل. وزادوا
وداروا لهم ترقية من السلم 10 للسلم 11، وقاموا بتحسين الوضعية الإدارية ديالهم، وقاموا بمنحهم سنوات اعتبارية باش يوصلوا، لأنهم كانوش واصلين حتى الشرط النظامي، وصلوهم الشرط النظامي. واللي وصل الشرط النظامي قيد في جدول الترقي، ورغم ذلك دوزوه خارج الحصيل السنة. هذه كلها داروها في الوقت اللي كنا احنا منتنجو عندهم، رغم اننا كنا متقاعدين ولكن مستوفين شروط النظامية قبل ما نتقاعدوا، مقيدين في جداول الترقي قبل ما نتقاعدوا، لوائح ديال الترقي بالاختيار يعني تتضمن الاسماء ديالنا، وخرجت وصدرت قبل ما نتقاعدوا. اذا في هذه الحالة يعني المتقاعد لكن مستوفي الشروط النظامية ومقيد في جداول الترقي قبل ما يتقاعد، فبقوة القانون فمن حقه الترقي في الوقت اللي الأصل ديال المظلومية التي ديما تركز عليهم الأفواج 2003 2004 2005 ضحايا المادة 112، رغم أنهم كانت عندهم ترقية استثنائية بترخيص استثنائي من 2003 إلى 2007، قاموا بتطبيق الحصيص السنوي على حتى اللي تقاعدوا في الوقت اللي المتقاعدين يعني تيدوزوا اوتوماتيكيا وتترقاو خلافا للماده 99 يعني خارج حصيص السنه. اذا الفئه الاصل ديال المظلوميه داك الشيء علاش نركز عليها 2003 2004 2005، هادو كانوا مقيدين في جداول الترقي، اللوائح الاسميه والسنويه ديال الترقي بالاختيار كانت صدرت، والاسماء ديالهم متضمنه من اجل الترقي من السلم 9 للسلم 10، وكانت تربطهم رابطة وظيفية قبل ما يتحالوا على التقاعد، ورغم ذلك يعني تم تجميد ترقياتهم في السلم التاسع بحجة السيولة المالية، في حين أن السيولة المالية لا تلغي الحق في الترقي. إذا كانت هذه هي الأصل ديال المظلومين، هما الأولين كان خصهم يترقاو كما أشرت إلى ذلك في فيديوهات سابقة. إذا التجاوز الأول هو أن أعطوهم يوم قبل، وهذاك يوم قبل كيفاش كان؟ توافقي، لأن الوزير المحترم وصلوا لي أخبار وعطوه معطيات اللي هي زائفة مغلوطة مغشوشة، وعلى أساس هذيك المعطيات اللي عطوه اللي هي زائفة ومغلوطة. علاش زائفة ومغلوطة؟ لأن في الوقت اللي قالوا لي هما بأن النظام الملف ديال ضحايا النظامين هو من 2012، من وصلت ليه المظلوميه توجد بان فعلا كاينين متقاعدين 10200 متقاعد ومتقاعده يعني توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن وعندهم الاسبقيه في الترقي، ولذلك قال بان هذا الملف ملف مخالف، ماشي مخالف للملف ديال ضحايا النظامين، وانه ملف ديال من توظف بالسلم السابع والسلم الثامن، وهم جميع الافواج اللي تقاعدوا من 2003 الى قبل 2012، ومن حقهم يعني الترقي، وهذا الملف خاص يكون من الاولويات. اذا من اكتشف بان كاينين فعلا في الوقت اللي كانوا يقولوا لي ما كاينش شي واحدين ما قبل 2012، كاين شي ضحايا ما قبل 2012، وهو راه اشار اليها ذلك، قال لك بان هذا الملف ديال ما قبل 2012 ما عمرهم تحدثوا عليه، ما عمرهم درجوه، ما عمرهم تكلموا عليه. اذا هذا يدل على ان هذاك النظام الاساسي، هذاك المرسوم ديال 19504 اللي جا هو تبنى على معطيات اللي هي مغلوطه، لان هذاك الشيء هذيك المعطيات المغلوطه هي اللي وصلها السيد الوزير المحترم الى يعني الشركاء الحكوميين الاخرين بحال وزير الماليه ورئيس الحكومه، وداك الشيء اللي فهمهم بان فعلا كاينين غير 4 الافواج ديال المتقاعدين، ما فيها باس نعطوهم يوم قبل، رغم انه يخالف مخالف للقانون، وما كانوش مزاولين وما كانوش تيشتغلوا، وخلصوهم من المال العام والبقيه تعرفونها جيدا. اذا هذاك النظام هذاك المرسوم ديال 1994 فهو يجب نسخه، لان تبنى على الباطل، تبنى على معطيات مغشوشه ويعني خاطئه، وحتى لا نقول مزوره، اعطوه اشياء اللي هي مجانبه للصواب ومخالفه للحقيقه.
إذا حتى اللي أشياء ترقيات مستحقات اللي ترتبت على هذاك المرسوم جوز 1504 يجب نسخها. هذا نهضروا احنا يعني موضوعيا ومنطقيا بعيدا عن دغدغة العواطف ولا عن المشاعر، لأن القانون ما فيش المشاعر، فيه قانون ما فيش استثناء. إذا في الوقت اللي هما كانوا تيجوا تيقولوا لنا المزاول خاصك تكون مزاول لكي تتم ترقيتك، وبين قوسين قلنا بأن أي واحد مقيد في جداول الترقي مستوفي جميع الشروط النظامية وتقيد في جداول الترقي وصدرت اللوائح ديالهم ديال الترقي ديالهم هي قبل ما يتقاعدوا من حقه الترقي بقوة القانون. وكان هذه الفئة هي الأولى من يتوفر الاعتماد المالي هم الأولين يكونوا الضحايا. في الوقت اللي قلت لك كانوا تيقولوا خاصك تكون مزاول، الترقية من حق المزاول النشيط الاكتيف، والدليل على ذلك ان العدد اللي كان في الاول في 2012 ميني جابوا هذيك المظلوميه وبنوها داروا الارضيه علاش غادي تنطلق النقاش ديالها، اول شرط كان تكون موظف بالسابع بالثامن. هنا هضرنا قبل راه كان ديال خريج السابع والثامن، هضرنا عليه وفهمنا كيفاش الفرق بين خريجي ومن توظف. اذا كانت في الاول 55978 هادو مزاولين بمن فيهم المحال على التقاعد، محال على التقاعد والمتوفون رحمهم الله. وبما انهم كانوا تيطبقوا ان الترقي من حق المزاول تخلصوا من كل شهاد 17، تخلصوا من 17716 اللي هما ديال المتقاعدين والمحرمين عن التقاعد واللي كان متقاعد والمتوفون رحمهم. وكانوا كل سنة الفوج اللي تقاعد أو توفى تتخلصوا منه، وكان بقات هذيك الساعة حوالي 40,000، يعني 55,978 وغادي تنقص من هذيك 16716 وغادي تلقى شي 39,000 وشي حاجة، هذوك كانوا مزولين وبقاو هذوك المزولين تيترقاو الى اخره حتى بقى ذاك العدد اللي اعترفوا بهم. اذا كان المزولين كل فوج تيتقاعد تيتخلصوا منه، كل واحد توفى تيتخلصوا منه. ولكن نتفاجأ في 2011 اتفاق ديال 26 ابريل 2011 تم بداو يرقوا المتقاعدين باثر رجعي، وكانت الترقيه انذاك ديال 3000 متقاعد أساتذة الإعداد الذين لم يسبق لمن كانوا معلمين، ورقوهم 3000 واحد أوتوماتيكيا وعطوهم سنوات جزافية وقادوا لهم الأمور ديالهم من 1997 حتى 12/2/2003 كانت الشرط لها. إذا من ثم بدأ الترقية ديال المتقاعدين بأطار الرجل، حتى عاوتاني تفاجأنا في 2019 في الوقت اللي كانت يقول لك بان الترقيه ديال المتقاعدين ديال الرجعي ما كايناش، تنتفاجئوا بهم بداو يرقوا في المتقاعدين باطار الرجعي. والغريب في الامر انهم خداو فئه ديال المتقاعدين اللي ماشي هما الاصل ديال المظلوميه، لان الاصل ديال المظلوميه ما كانوش المتقاعدين، كانوا المزاولين. ولماذا المزاولين؟ كانوا المزاولين فقط اللي توظفوا بالبكالوريا من 1980 حتى 1986، هادو هما الفئه اللي كانت يعني مستهدفه من هاد الاعتراف بالمظلوميه ديال النظامين 2003 85، وهما اللي كانوا بقاو من 2019 وما بعد. علاش؟ لان في 1995 كانوا توظفوا بالبكالوريا ولكن تخرجوا في السلم التاسع، فقاموا بمراجعه فقط ديال الافواج 93 94 لانه توظفوا بالبكالوريا ولكن تخرجوا بالثاني. ومن بعد ما عاد في 2013 عطاهم سنه اعتباريه الى اخره. هذاك الشيء علاش ملي جا المرسوم ديال جوج 1504 اشاروا في لونطيب ديالو بان اللي استفاد من سنوات الاعتباريه ما يستافدش من هذا المرسوم، وفي اشاره لاستبعاد ولالغاء الافواج ديال 93 94 رغم انهم كانوا تهما يعني تخرجوا بوظفوا بالسلم الثاني.
لانه شاروا لي من فوق، وفي هادو كانوا فعلا استفدوا من السنوات الاعتباريه، فلذلك ما استفدوش من الماسون ديال جوج 19500 وربح. اذا شكون اللي بقاو؟ بقاو دوك الضحايا ديال اللي توظفوا قبل من 1993، اللي تخرجوا بالبكالوريا وما دارش المراجعه ديالهم، رغم ان كان حتى هما خاصهم دار المراجعه ديالهم. هما الافواج من 1980 قلت حتى 1986. فكان يعني اللي هو معقول خص هذا، رغم اقر السيد الوزير دائما تيقول لك بان المرسوم راه ديال المزاولين، والدليل على ذلك انهم رجعوا من اجل تيقول لك تسريع الترقيات. جاء هذا المرسوم من اجل تسريع الترقيات، منح سنوات اعتباريه من اجل تسريع ديال الترقيه ديال هاد المزاولين اللي بالنسبه لهم كانوا مضرين. والشرط لماذا؟ اذا في الوقت اللي السيد الوزير هو ما فهموش مزيان المظلوميه، وتيخرج وتيقول بان المزاولين، وتيقول ابتداء من 1/1/2016، وهذاك 1/1/2016 وفقط تاريخ سيران وتاريخ المفعول المالي والاداري من غير ده، ولكن راه داروا ترقيه باثار رجعي. اذا من 1/1/2016 فهم متقاعدون ومقبلون على التقاعد. اذا بدل ما كان خاصو يكون ديال المزاولين كما كان مصرح به وكما كان غادي يديروا، ولاو دايرين ديال المتقاعدين والمقبلين على التقاعد ابتداء من 1/1/2016. اما اللي قبل من هذا التاريخ ديال المفعول المالي والاداري فهذوك كانوا مقصيين جمله وتفصيلا. كانت 17000 دوزوا منهم هذوك اللي قلت لك خارج القانون بمنحهم يوم قبل، حوالي 4000، وتخلصوا من الاصل ديال المظلوميه وهما اللي تقاعدوا قبل من 2012، وخصوصا الافواج 2003 2004 2005 ضحايا الماده 112 كما اشرت الى ذلك سابقا. فهذو كانت اللوائح ديالهم صادره ومقيدين وكل ومستوفين الشروط قبل ما يتقاعدوا. اذا كانت هذه من يتوفر الاعتماد المالي كان هذو هما الاولين خصهم يدوزوا، وخص يدوز المزاولين من 2019. اذا سالني واحد الاستاذ قال لك بان احنا كنا المزاولين كنا اكثر ضرر. هنا تنقول ليه لان اللي ضربته يدو ما يبكي، اللي ضربته يدو ما يبكي. علاش؟ لان ملي كان هذا المرسوم، هاد التسويه هي ديال المزاولين، خاص الناس اللي كانوا يكونوا تيمثلوا ضحايا من يسمون انفسهم ضحايا النظاميين كمزاولين، خاصهم يكونوا مزاولين. في حين تنشوفوا ان في 2012 ملي كانوا هذوك مزاولين وقالوا لنا حنا انتم متقاعدين عندكم الحق، بقاو هذوك مزاولين هما اللي مترأسين هذيك اللجنه. ولكن من تقاعدوا في 2013 تنوجدوهم انهم تيستمروا على رأس اللجنه، وتيكونوا هما اللي تيتفاوضوا باسم الضحايا، في الوقت ان اي واحد تقاعد راه ما تيتبقاش عنده الصفه ديال التمثيليه ديال الضحايا النظاميين، لان خاص يترأس في المكان ديالو واحد اللي هو مزاول، اللي هو اللي تيمثل الضحايا، لان المتقاعد ما تبقاش عنده شي صفه ديال التمثيليه لانه ما بقاش خدام. وحتى المخاطب ديالو اللي تيخدم كوسيط بين اللجنه مثلا وبين اللجنه او بين الجمعيه، بين اللجنه او الجمعيه اللي من بعد قدرت تولي مزاولين الى اخره، خاص يكون مزاول هو اللي تيخاطب ديك النقابه اللي تتلعب دور الوساطه بين اللجنه وبين مثلا المصالح الاداريه. تلقاو بان هذا المتقاعد بقى تيمثل المزاولين وتيمثل الضحايا بصفه عامه، وبقاو غاديين حتى 2016 تما فين تفصلوا. من تفصلوا ولا هذيك الساعه متقاعدين، يعني تيمثل المتقاعدين، اذا اللي ولات عنده الصفه باش يمثل المتقاعد. ولكن من ولات تلك جمعيه ديال المزاولين من 2016 وما بعد، وبقاو غاديين في 2017 مثلا من يتقاعد، ما بقاتش عنده الصفه ديال باش يمثل الميل ذاك ضحايا النظامين. اذا خاص بمجرد ما يتقاعد خاص يتم انتخاب واحد مزاول هو اللي يكون على راس الجمعيه اللي يتفاوض باسم المزاولين، لان هذاك المتقاعد وتيمثل
وبقى يمثل المزاولين ومتقاعدين. اذا ما بقاش عنده الصيغه، لا هذاك الملف ديال المزاولين، اذا من 2017 وما بعد هذاك اللي تقاعد كان خاص يتمثل، يقوم تمثيل واحد اخر على راس هذه الجمعيه هو اللي يمثل المزاولين، لانه هو اللي عنده الصيغه. اما اللي تقاعد ما تبقاش عنده الصيغه، بمجرد ما تتقاعد يعني ما تتلقاش عنده الصفة ديال التمثيلية، لأن بكل بساطة النقابات كمؤسسة تشريعية ومؤسسة الوساطة فهي تمثل فقط الشغيل النشيط الموظف اللي باقي موظف رسمي مزاول. إذا هنا فين كان بعض التجاوز. إذا كن المزاولين كانوا تيمثلوا نفسهم وداروا ممثل ديالهم، كان غادي يكون فعلا كمحاور ان من 2019 يدوزوا المزاولين كلهم، جميع المزاولين يدوزوا، لان هذاك الاعتماد المالي ديالهم ديال المزاولين يدوزوا كاملين عبر دفعات كما داروا من يدخلوا درجوا معاهم اللي توظفوا بالسلم السابق، اللي تخرجوا بالسلم التاسع وماشي المرتبين بالسلم التاسع كما اشرت الى ذلك سابقا، باش ما يديروش تغليط. ديما هم تيديروا تغليط، هما 2012 2013، اذا من يدخلوا المخرج اللي تخرجوا بالسلم التاسع معاهم شي 4600 دوزهم كاملين وقسموهم من دفعات. اذا كان هذيك الساعه المزاولين وكانتم ممثلين واحد مزاول اللي غيدافع على الحقوق ديالكم كمزاولين ومخاطب رسمي، لان مخاطب رسمي للنقابات اللي تتلعب دور الوساطه بينكم وبين الاداره، كان فعلا غيدافع على الحقوق ديالكم وكان فعلا غادي يقوم بترقيتكم كاملين، يطالب بالترقية ديال الجميع كما قاموا بترقية من تخرج بالسلم التاسع ويرقيك الكل عبر دفعتين كما داروا لهذوك يديروا ليهم، وكانوا غادي يدوزوا كاملين خارج الحصيل السن. في الحين ولينا تنشوفوا واحد اللي تتنتافي عليه الصيفة، ما عندوش الصيفة لأنه تقاعد، ولا تستولوا على الملف الاعتماد المالي تيستافدون منه المتقاعدين قبل ما يستافدون منه الاصل ديال المظلوميه، وهما هادوك اللي اصلا ترقاو غير جوج مرات واللي كان خاص تكون مراجعه ديال الترقيات ديالهم وما دارش، دارت غير 93 94، والاسباب هي هذه هي الاسباب على اساسها باش اعترفوا ب الملف ديال ضحايا النظامين، ماشي عندنا بقره تنوزعوا فيها غير اللي جا نعترفوا به. هذوك كانوا ترقاو اكثر من 4 المرات، موقع 7 8 9 10 وزادوا ال11، وتيترقى ب6 سنوات، ترقى اكثر من 4 المرات، اذا المسار ديالو ماشي محدود، ترقى سريعا ولا فائق السرعه. اذا النظام الاساسي ديال 2003 ما استفد منه، بالعكس استفد منه، يعني سرع عليه في الترقيه ديالو، انه استفد من الاقدميه العامه، القوه ديال الاقدميه العامه، وتيدوز ب6 سنوات وتيدوز في اول سنه في الوقت اللي سرق منا احنا الترقيه ديالنا، ضحايا الماده 112 افواج 2012 2003 2004 2005، سرق منا الاعتماد المالي ديالنا وداه لينا بقوه ذاك الاقدميه العام، وطبقوا فينا احنا الكوطه وحنا اللوائح ديالنا صادره بالترقيه ديالنا من سنه 9 لسنه 10، وكان كل شيء خاصو يدوز كمزاولين، سواء اللي مرتبين في السلم التاسع، سواء اللي تخرجوا بالسلم التاسع، سواء اللي تقاعد بالسلم التاسع، او اللي مرتب في السلم التاسع، او اللي متقاعد بالسلم العاشر مثلا. ومين يداروا المتقاعدين؟ كان خاص المتقاعدين بالسلم التاسع هما الاصل ديال المظلوميه، ضحايا الماده 112. اذا هذا الاعتراف بالمظلوميه راه كان بازي على جوج، ضحايا الماده 112 وضحايا الموظفين اللي توظفوا قبل من 1973، وهما اللي توظفوا من 80 حتى 86، وهما فعلا الفئات اللي كانت بقات من 2019 واللي تأخرت الترقيات ديالهم وعندهم أسباب علاش احتسبوهم كضحايا. إذا إلى هنا نكتفي، هذا راه غير شت واحد البعض تيقول لهم حنا راه تنتصيفوا وجالسين للاستضياف وجالسين للاستجمام وخصكم ما بقيتوش تهضروا على اشياء ديال التعليم الى اخره،
وتوجه ذاك الاخوان، كاين بعض الاخوان الاساتذه مساكن تيسولوا على الحركيه الترقيه ديال الانتقال، كاين اللي تيسول على يعني الامتحان ديال ولوج التعليم الى اخره، بدلا من يساعدهم وتيقول لك راه جالس قال لك تستضيف في الصياف، لانه كملوا المهمه ديالهم وساعدوا الاداره باش دازت الامور، مشاو الاصحاب المحظوظين يعني الاطر العليا مشات تتصيف، لان عندها باش تصيف، وعلاش اللي ما يتصيفوش خارج كاع ارض الوطن، وهادو ديالهم اللي كانوا تيساعدوهم راه انتم بقاو حتى هما يعني مشاو تيصيفوا، ونحن لن نسكت وما عندنا لا الصيف اللي يديك اللي يخليك، حنا عندنا البورتابل على بورتي ديالنا في اي مكان كنا، عندنا الكلمه ديالنا والبورتابل، وعندنا نشروا جميع الغسيل ديالكم وجميع التجاوزات وجميع الخروقات وجميع لي فالسيفيكاسيون اللي درتو والمغالطات اللي دارت في هذا الملف اللي ما كانش من حقكم، واستوليتوا عليه وخليتوا المزاولين ولاو عاطينهم سنوات اعتباريه ويتبارون بالنقاد ديالهم حسب العتابه في الوقت، لان هذه المظلوميه جات من اجلهم، كان خصهم هما اللي يدوزوا كاملين، يدوزوا هما الاولين بعدا قبل ما يدوزوا اللي تخرجوا اللي تخرجوا بالتاسع، ديك الاعتماد تي يستافدوا هما الاولين، انا عندهم اكثر من 40 عام، لكن اللي عنده 38 سنه من توظف من 80 ما حسبش حال، 39 سنه 40 سنه اللي كانوا مبرمجين 79 2019 غتبدا التسويه كل منطقه عاد اللي يستافد، كانت ما غتكملت 2026 كما قلت سابقا، لان هذا الاعتماد المالي كانوا هذوك اللي تيسولون هذا الاستاذ، كانوا انتم اللي خاص تدوزوا الاولين، وقبل ما يعطوا الاعتماد المالي ديال 4600 ديال اللي يلاه تخرجوا بالتاسع، يلاه تخرجوها في 2012 2013، الله عنده 6 سنين، انتم اللي كان خاصكم تسبقوا، وانتم اللي كان خاصكم تسبقوا متقاعدين، انا تنهضروا لوجيكمو وموضوعيا بعيدا عن العاطفه، لان الحق ما فيش العاطفه، والقانون ما فيش استثناء وما فيش العاطفه والتسميح، وما غنهضروش على هذوك اللي قالك تيمشيو تصيفوا، راه فكرتينا في شي وحدين كانوا مقابلين الاشغال ديالهم الفلاحيه، واللي تيمشي تينوب على في البناء ديال الاهالي ديالو بلا ما نقولوا اقارب ديالو الى اخره، وكانوا من تيكملوا تيفيق من الناس اللي تيجي يحل عينيه واللي لقاه قدامه يسول عليه يقول لك انا اناضل، واخر واحد تيفكر في النضال ولا تيفكر في الحقوق ولا تيفكر في هاد الضحايا مساكن، كانوا تيمشوا ياخذوا اغراض ديالهم وتيجوا تيستولوا اي حاجه بانت ليه تيبغي يستولي عليها، ويقول لك بانني انا اللي جبت هاد الحقوق، انا اللي تناضل ورا مقابل الاشغال ديالو على هادو اللي غاديين تيتصيفوا، وقال لك ونحن ليس عندنا اي اصطياف، وفيما كنا سنسمع صوتنا الى من يهمهم الامر، وانا مؤكد اكيد كلهم تيسمعونا وكلهم تيتواصلوا معنا، واخا في الصيف تيسمعوا الكلمات ديالنا وتيسمعوا ما ننشر، وحنا راه عارفين المسائل يعني كانت لها ظروف انتخابيه، هذاك الشيء علاش ما نشروش يعني حتى المراسم اللي كانت خاص اللي خارجه في 2018 والامور المستحقات اللي كان خاصها تدوز الى اخره وخاصها تخلص وفلوسها كاينه الى اخره، ولكن تنشوفهم تيعطلوها باش لان كاينين اشياء ما تشوفهمش يديروا باش يسهلوا الامور الاخرين باش يدوز، هذو اللي تيبانوا لك بانهم راه كانوا اعداء الى اخره، هما الان تيسهلوا ليهم باش يدوز، لان امور اللي فيه على بوطي سينياتور كما كان قال واحد من دار واحد داك على البعد، قال لي هاد المراسم خاصها تخربيشه، فعلا خاصها تخربيشه ويدوز هاد الشيء، ولكن خلينا باش تكون يعني تسهل الامور ديال الاخرين باش يدوزوا يكبشوا على داك الشيء، ولنا عوده مستقبلا، ونحيي دائما الشرفاء والشريفات في هذا البلد الامن الامين من طنجه الى الكويره، ودائما سنواصل التعريف بالمظلوميه ديالنا، ودائما مع اخواني واخواتي الاعزاء، وسنبقى نناضل حتى نسترجع حقوقنا كامله مكتمله غير منقوصه، نرى متفرغين ولو
من الصحة ديالنا ومن الأمور ديالنا، ولكن لا يهم، في حق الشيوخ سنواصل النظام. يلا الله يعاونكم.